عند الحديث عن العقبة نقلب الذاكرة ونتوقف عند هذه الأرض الطيبة وأناسها الأكارم وبحرها الهادئ وعدد من شخصيات هذه المدينة ومنهم عبد الواحد أبو عبد الله الذي يلقاك بمحياه ألا يا خال مبتسما رحوبا يدخل القلب والعقل دون استئذان بشخصيته العفوية البسيطة التي يحترمها الجميع ويحبها هو أمين التراث وخازنه وهو المثقف الذي يعرف ما له وما عليه يتعامل بشكل مباشر لا يراود يتصف بالهدوء في حياته لكنه يثور غضبا ويصبح شرسا تجاه من يعبث بالتراث. عبد الواحد أبو عبد الله بلهجته العقبوية الجميلة يسرد تراث العقبة بطريقة تجعل المتلقي يعيش حالة اللاوعي ويذهب بعيدا إلى حيث كان التراث آنذاك بتفاصيله وجمالياته فيتغلب بذلك على أمهر الذين كتبوا القصص والروايات وأخرجوا الأفلام والمسلسلات كالرواة الثقات المصدر الوحيد للمعلومة قديما حين كان أجدادنا ينتظرون قدومهم بمنتهى الشوق واللهفة نراه يصف حياة الصياد اليومية ويتحدث عن الفيح والاختلاف بينها وبين العرضة ويوثق بدقة متناهية مفردات اللهجة في العقبة ومدلولات الأغاني التراثية وطقوس الزواج وكيف كانت الحفاير والبيوت القديمة وغيرها كأنه قاموس معجم موسوعة مكنز كبير. هو موسوعة تراثية عقبوية حية ودائمة ستبقى بين جد وابن وحفيد إلى ما لا نهاية. كتاب مفتوح لمن أراد التراث يغزل من شمس العقبة لون جبهته الشامخة يروي حكاية الصياد والبحر وعلى أوتار السمسمية يرسم مفرداته كفنان تجاوز الوصف ينقلك إلى عالم آخر من الجمالية والهيبة في آن واحد. فهو رمز من رموز التراث الشعبي في الأردن رمز يستحق الاحترام والتقدير أطال الله في عمره وأدامه لأهله ومحبيه.